دكتورة لطيفة العتاق مختصة في التنفس في الأمراض التنفسية بتمارة. أهلا وسهلا لله. مرحبا بك. وكما كنشوفوا وكيعيشوا بعض الأسر المغربية وليداتهم تقريبا يومين ثلاث أيام يعني دابا في السبيطارات، أزمة ربو منتشرة متفاقمة اللي هز الهم هما الوالدين لطيفة العتاقة. الله يكون في العون. الله يكون في العون. وهاد الأزمة هذه يعني باش كيوصل الوليد لهاد الأزمة الحادة، شنو دوز لطيفة العتاقة قبل؟ شنو يعني التاريخ الطبي ديالو؟ عاد بإذن الله نتكلموا على هاد الأزمة والأسباب والوقاية والعلاج. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير أعزائي المستمعين، نتمنى الصحة للجميع. كما تعرفي بلا جهال ما حول فصل الشتاء وتزداد بعض الأمراض الفيروسية وتزداد معها معاناة الناس اللي كيكونوا مصابين بأمراض مزمنة قد يكون الربو وخاصة عند الأطفال. هاد الربو كتكون استجابة للقصبة الهوائية المؤثرة الخارجية. نعم. ما يؤدي إلى تقلص ديالها وستؤدي إلى نوبات متكررة. نعم. خاصة في الليل أو الصباح. إذا وكان لاحظوا بحال اللي قلتي كثرة الأطفال الوافدين على المصحات والمستأجرات والعيادة الطبية. تاريخ الطبية إما كيكون طفل معروف أنه عنده الحساسية وعنده الربو وكيكون من في هذه الفترة، يعني هو دائما في الصيف كيكون الطفل كيكون ولا مزيان. دونك هذا الناس اللي كيكونوا معروف عندهم ضيقة وكيقطعوا ليه الوالدين ديالو بالأدوية المثبطة للالتهابات اللي كنسموه بخاخات الكورتيزون. كيقطعوها ليه ولا كيكون طبيب قطعها لي على ودانا، ولكن كيقول لهم نجيو زوروني في الخريف باش يعرفوا ويدير لي الخطط ديال العلاج. نعم. لكن الاباء كيشوفوا الدري ولا مزيان صافي كيدخل الخريف بسرعه كيدخل الشتاء كيطيحوا في هذا المشكل ديال تكرر نوبات الربو. نعم. وتيولي غير متحكم فيه وكيطيحوا في هذا المشكل هذا وهذه المعاناه. نعم نعم. أكثر اللي ما عارفينش هذا كيكون أول مرة غادي يدير هذه الأزمات كتجي شوية صعيبة على الآباء. نعم. ما كيكونش فاهم شنو هاد الشيء، يعني شنو الطفل ديالو كيتصفر ليه الدرس بحال ما كتحبش، شي مرة كيوصل حتى لحالة الزريقاك وهذا، هنا كتكون مفاجأة عند الطبيب أنه كيقول ليه فوالا ولدك راه شنو كاين، راه بدات عنده أزمة الربو. نعم. واش كاين شي عوامل يعني مؤثره يعني من غير الاسباب الرئيسيه اللي كتازم الحاله دكتوره لطيفه؟ نعم لاله جهان، هو كاين بحال اللي قلت لك هذا عدم استعمال الادويه وعدم يعني هذه خطه العمل ديال المريض ديال الربو، وكاين ارتفاع درجه الرطوبه داخل المنازل. كما كنعرفوا كندير واحد التهويات هاد ارتفاع الرطوبه تيؤدي لكثره العدسات الغبار والعدسات ديال السويزا كارنيا وهاد الفطريات، بالتالي هاد الفطريات هي هي محفزه نعم لتهيج القصبات الهوائيه وبالتالي لازمات الربو. نعم. بعض الاحيان تنستعملوا حتى وسائل التدفئه التقليديه تيكون فيها دخان قصيره. من بين العوامل كذلك الخروج في الصباح الباكر كيكون البرد، كتشوفي درجه الحراره هذه الايام راه طات بزاف تخطو في الليل وفي الصباح، وكيكون هذا الخروج كيكون حيت البرد هو المنبهات العصبيه للتهيج القصبات الهوائيه. اذا تي 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 عليه هذه الازمات الربو. كاين عاوتاني المشكل ديال الفيروسات اللي كتبقى في الدار، ما يمكنش التهويه، ما كاينش كاين في الدار، كاين يعني هاد المشاكل اللي كتكون في هاد يعني هاد الشيء اللي كيكون في هاد طريقه العيش اللي كنبداو هي اللي كتزود من هاد المشكل حده. نعم. وليد ديال الربو ولا ديال الضيقه دكتوره لطيفه ما كيقدرش يعيش حياته يعني بحال الاطفال، يعني بحال الوليدات، يجري يطلع في الدروج، ينقز، يتكور في الارض، يعني اي مجهود عضلي الا كيأثر على الجهاز التنفسي ديالو، ربما يزيد يعني من حالات هذا الربو، من ازمه هذا الربو دكتوره لطيفه، صحيح ام خطا؟ صحيح شيئا ما، اذا فعلا الا ما كانش الربو ديالو متحكم فيه، يتحمل المشاكل ديال اي مجهود، اي جري، اي لعب، اي ضحك، مام يعني ضحك بزاف الى لعب مع وليدات بحالو الى طلع، هاد الشيء لا كان الربو غير متحكم. اما الا كانت عنده خطه العمل وتبعها وعرف سميتو الدوايات اللي خصو ياخذ في الوقيته ديالو،
شحال ياخذهم، شنو هما المسببات. يعني هادو الوالدين كنهضر على الوالدين اكثر حيت الطفل هذا يعني الاباء خصهم يعرفوا الخطه ديال العمل الولد ديالهم، غير ولي يدرب ومتحكم فيه وغير يعيش هاد عادي بحال بحال الاطفال الاخرين، يجري يلعب كلشي. مره مره تقدر تجيه ازمه ولكن تكون خفيفه وغيعرفوا يتحكموا فيها الادويه ديالها. دونك هنا كاين تطور الاباء وتطور التوعيه ديال الطبيب الاباء هم يعيش نورمال بحال بحال الدراري الاخرين. نعم، اذا يعني من بين يعني الحويجات والخطوات المهمه اللي خاصنا نرافقوا بها اولادنا، وخصوصا يعني في كيفيه السيطره على الرب، هو انه خاص المواظبه والالتزام بالادويه الربوي. هذه مهمه جدا، الادويه ديال الدقه خاصنا ناخذوها بالتزاماتها مواصفاتها وشنو قال لنا الطبيب فيها لطيفه العتاق. اكيد اكيد. نعم، من بعد الى ما الى كان شي خلل ربما في هاد في هاد يعني في هاد التتبع وفي هاد التحكم في ادويه الربو كتوقع هاد الازمه، ملي كتوقع شنو الاسعافات الاوليه اللي كيديروا لها لطيفه العتاق في المستشفى؟ يعني شنو هما الاجراءات الطبيه اللي كياخذوها؟ الاجراءات من المنزل ولا من المدرسه. نعم، اذا الادويه الموسعه اللي القصبات الهوائيه اللي كنسميوها البخاخات الزرقاء يد المريض يعني المحفظه ديالو ولا عنده فطار عمره ما يتخص منها. يعني دائما يكون عندنا واحد بحال اللي كنقولوا حنا المغاربه واحد الذكور. نعم نعم، كتبدا كتبدا كيكون الطبيب وراني كيفاش ندير وشحال من بخا وهذا كنبداها في الدار ولا في المدرسه الاستاذه كنكون قلتها ليها ولا كنكون وريتها الطريقه ديال ولدي الا جات هذا وهذا بحال كتعتقو. كتبدا ديك الخطه اللي كيقول الطبيب كيقول لك في الاول ديرها شحال من بخا هذا الا هذا الشيء ما نجحش في المنزل كنقلوا ولدنا للمستشفى ولا المستجلات ولا الدياله الطبيه الخاصه ولا ديك على حسب الوالدين شنو بالضبط. ما كتبدا اسعافات الا كانت الازمه بسيطه، راه كنديروا غير البخ ديال الموتورين الاكسجين كنقدروا نمشيو حتى الكورتيزون. شي مره الله يحفظ كتكون الازمه يعني حاده وصعيبه شويه قدر يعني تاخذوا الاوسبيتاليز يعني كتوسبيتاليز الوليد واحد يوم ولا يومين والله يحفظ الله يحفظ. راه كاين اللي كيوصل حتى للعنايه المركزه على حسب التحاليل على حسب بزاف الحاجات. والله يحفظ الله يحفظ وليدات المسلمين اجمعين، وليدات المغاربه فين ما كانوا. دكتوره لطيفه العتاق، هنا كتجي كذلك الدور كذلك ديال الوالدين وديال الاسره من بعد الازمه والمستشفى، شنو هي الوقايه وشنو هو العلاج المتمكن منه فعاليته، ماشي في التخلص من الربو لان الربو مزمن دكتوره لطيفه العتاق، ولكن التخفيف منه والتخفيف من الازمات. تفضلي دكتوره. بحال اللي قلنا غنرجعوا ناكد على خطه العمل. يعني خطه العمل لمريض الربوي، دونك القائمه ديال العوامل المسببه تكون عندهم، القائمه ديال الادويه والاستعمالات ديالها، فوقاش غيدير المطعوم ديال الزكام، فوقاش يدير المطعوم ديال الالتهاب الرئوي، وهذا الشيء كله بمساعده الطبيب ديالو. وثانيا قواعد النظافه الشخصيه. اذا تغطيه الفم والانف الصباح الباكر بشي شال ولا شي حاجه باش ما يدخلش ذاك الهواء البارد لينا المشكل، واخا حنا كنديروا الدواء. الوقايه غسل الايدي ملي يدخل الوليد، ولا كان شي حد مصاب ما نحاولوا ما نديوش للروض ولا نديوش للمدرسه باش ما يتعاداش باش ما يعاديش الوليدات الاخرين. سميتو التغذيه السليمه والتغذيه اللي كتطلع من المناعه ديال الطفل. يعني هادو كلهم حاجات الوقائيه اللي كنديروا باش ما نطيحوش في هذا المشكل ديال الازمات المتكرره. نعم. شكرا لك دكتوره لطيفه العتاق، مختصه في الامراض التنفسيه بتمالا. لنا مواضيع باذن الله مهمه ومتنوعه. اللقاء.